في السياق ذاته اشتكى موظفو دائرة الصناعة والمعادن في محافظة نينوى اشتكوا من قلة المخصصات المالية، حيث الحد الأعلى للأجور هو 200,000 دينار فقط. معوقاتنا تضمن الرواتب الذي صدر من قرار مجلس الوزراء 2017 أن يطبق 1/1/2018 لم يطبق الحد الأدنى 350. السبب أنه ما إدارة الشركة تعزى أنه سبب عدم توفر سيولة، وهذا العلم بدنا نستلم راتب من 150 إلى 200,000 من 1/1 مباشرة من 2018 ولحد الآن، وهذا العامل بدأ يعاني من مشكلة الراتب، معاناة لديه خدمة. احنا على الملاك دايم، يعني لديه مثلا عامل عنده من 10 إلى 20 سنة إلى 25 سنة كلها نفس الراتب. نطالب الحكومة العراقية أولا أن تلتفت إلى القطاع المختلط، إما تضع ميزانية ضمن وزارة المالية لدعم الرواتب، أو المصانع الموجودة تدعمها بقروض ميسرة بدون فوائد لغرض تشغيل هذه المصانع. إذا شغلنا مصانعنا وقدرنا أن ننتج ونوزع الإنتاج بدعم حكومي، وهذا بوجود الكي كارت للموظفين الموجودين، نحن الآن في طور توزيع ما ينتج للموظفين والأهالي بدون أي فائدة.